يعني كابتن بلال، الدوافع موجودة عند الفرقتين، عشان كده الماتش صعب. نادي الأهلي عايز يكسب ماتشاته المؤجلة عشان يرجع لمكانه الطبيعي، نادي المصري في المركز الرابع عايز يكسب ماتش النهاردة عشان يبقى في المركز الثالث ويتقدم على بيراميدز، يبقى بعد الزمالك والأهلي ويجي هو الثالث. طبعا يمكن انت كنت بتتكلم قبل الاستوديو بتقول للمكافآت، يعني رصد المكافآت للاعيبه المصري كبير جدا جدا، لكن المكافأة عند الاهلي اكبر بكتير. صح، المكافأة عند الاهلي بطوله دوري عام، تاريخ، مكانه في النادي الاهلي، مكانه اساسيه، مكانه في منتخب مصر، فدي دوافع اكبر بكتير جدا من القيم الماديه من وجهه نظري. مباراه صعبه مش سهله، لكن لما نيجي نبص للفرقتين هتلاقي فرقه النادي الاهلي اقوى. يعني لما بص على السكواد بتاع النادي الاهلي وعلى السكواد بتاع فريق المصري، النادي الاهلي افضل. ما يعوق النادي الاهلي حاجتين مهمين جدا بس، ممكن لا قدر الله لو حصلت اعاقه للنادي الاهلي او حصل اي شيء مش لصالح النادي الاهلي تبقى من حاجتين اتنين. رقم واحد، اجهاد لعيبه النادي الاهلي على الفترات الطويله الكبيره دي، لان انت عندك لعيبه كتيره مصابه مش موجوده. صحيح. السكواد بتاعك مش مكتمل، انت عندك يمكن القائمه ممكن فيها 30 لعيبه او اكتر، يعني معظم اللعيبه اللي كانت بتلعب معاك باستمرار في لعيبه كتير منهم عندهم اصابات، فدي صح. بتعوق النادي الاهلي، ممكن تسبب اعاقه لفرقه النادي الاهلي. الحاجه الثانيه هو التوفيق، انت بتلعب مباراه زي مباراه سموحه، بتروح 9 فرص 8 فرص بتسجل هدف، سموحه بيروح فرصه او اتنين بيسجل هدفين وبيكسب الماتش. غير كده من وجهه نظري فنيا النادي الاهلي اقوى بكتير جدا. فرقه المصري عندها امكانيات وقدرات جيده، عندهم مدير فني جيد، عنده قدرات وعنده طموح. علي ماهر كويس ما قال الكابتن علي اتكلم عليه ان هو بيحفظ اللعيبه، واضح جدا من طريقه لعب ان هو بيحفظ اللعيبه، واضح جدا من الاهداف اللي سجلها المصري ان في قدرات، بيعتمد على قدرات وامكانيات اللعيبه داخل الملعب. يعني النهارده لما تسجل 22 هدف فيهم 8 ركلات جزاء، ده معناه ان في لعيبه بتدخل 18 وبتحاول ان هي يعني تحصل على فرص، سواء اذا كانت بالتسديد او الحصول على ركلات جزاء. يعني النهارده 8 اهداف من ركلات ترجيحيه او ضربات جزاء، ده معناه ان انت في عندك لعيبه عندها امكانيات ومهارات عاليه. احمد رفعت بيخش لعيب جريء، مهاري. عمر عبد الواحد برده لعيب جريء وعنده امكانيات، هو ثاني هداف دوري جاب 8 اهداف زي ما انت اتكلمت من شويه، لكن عندهم مشكله في الحته الدفاعيه. الكرات الطويله العكسيه اللي اشتغل عليها لعيبه النادي الاهلي في مباراه انبي هي نفس المشكله اللي موجوده عند لعيبه المصري، لان احمد شديد قناوي بتقدم كتير، نفس الناحيه الثانيه ناحيه اليمين كريم العرابي برده بتقدم كتير، فمطلوب منك ان انت النهارده تستغل الكرات العكسيه، سرعه التحول بتاعت لعيبه النادي الاهلي. لو استغليت الحته دي هتقدر انت تسجل اهداف، لو استغليت الحته دي تقدر انت تروح بشكل فيه خطوره على فرقه مصر. لكن هم فرقه جيده، بيستحوذوا بشكل كويس، بيستغلوا كمان زي ما قالوا الكباتن الهجمات المرتده السريعه، لان على طول بيعلق الكوره لاحمد رفعت وبيعلق الكوره لعمر كمال عبد الواحد، فبيحاول يشتغل على الهجمات المرتده السريعه. صحيح. مع الاهلي من وجهه نظري انه مش هيضغط من قدام. يعني انا بشوف في ماتشات كتيره بيضغط من قدام علي ماهر، لكن مع الاهلي اعتقد ان هو هيلعب زوم من نص الملعب ويشتغل على الهجمات المرتده. هنتكلم فيها لما نقول التشكيل وطريقه اللعب ان شاء الله.